هدفي من خلال هذه العملية كلها أن أنقل ما لدي من مواهب لهذا الجيل الجديد الذي لم يلاقي أي اهتمام ولا يلاقي أي رعاية من الوسط الخارجي. منذ الطفولة بالرسم، خلال الثورة قمت برسم الرسومات الخاصة بالثورة المناهضة للنظام، ومن ثم انتقلنا بالتهجير القصري إلى عفرين. خلال إقامتي بعفرين كانت الصعوبات جيدة كثيرة جدا حيث نمارس هذه المهنة أو نمارس هذه الهواية. بسبب الصعوبات الكثيرة وعدم الاهتمام بهذا الفن والفنانين وعدم وجود مدربين مختصين أو عدم وجود منظمات داعمة لهذا الموضوع، قمت على عاتقي بإنشاء أو بأخذ هذا المركز لتدريب الفريق حتى يتمكنوا إن شاء الله من صقل مواهبهم وتمكنهم من إنتاج لوحة جيدة وإقامة الاعتماد على أنفسهم بإقامة معارض خاصة بهم. بدايتي بالرسم كان بالفحم والرصاص، بعدين تعرفت على أستاذ غالب حسون هو اللي علمني الألوان الزيتية والأكريليك، ورسمنا رسومات وبدنا نفتح معرض ومشان توصل رسوماتنا للعالمية. انتجنا لوحات جدا رائعة ونحن كتير مبسوطين بهذا المكان، كتير حلو انه حدا يهتم بموهبتنا في ظل هذه الأوضاع.